اللي عندك موهبه ونميها وابعد سيبيها. يعني اول رسمه رسمتيها كانت ايه؟ ربي الله يرحمه. رسمت قعد قدامي كده وانا في ثالثه ابتدائي رسمت. رسمتي باباكي؟ اه انا مرصاص وانا في ثالثه ابتدائي رسمت. انت بترسمي ايه دلوقتي؟ برسم واحده يعني ست. واحده ست. بتعرفي تتحكمي في المعلقه والبن؟ اه معلقه مفتاح عصايه شويه تراب كده على الورق. بداتي بالمعلقه والبن على طول ولا كنت بتبداي بالقلم الرصاص؟ لا بالقلم الرصاص في الاول. موضوع البن ده جه معاكي ازاي؟ وانا قاعده على الفرش وماسكه البن وعايز ارسم قمت رايحه ارسمه بالبن وبعصايه امشي بمعلقه بقى. ومن هنا بقى ابتديت ان انا امسك الايه؟ بترسمي الاشخاص واللوحات اي حاجه. انت قلت لي كمان بترسمي بالالوان الميه والقطن. لان انا مش ان هو لان انا ما معيش امكانيات ان انا ارسم بقى غير كده. فبترسمي بايه بقى؟ بالقطنه والالوان الميه. بالقطنه؟ الوان والوان ميه. يعني انا شايفه لوحات هرافي كده ممكن اللوحه دي؟ رسمها بقطنة؟ طب امسكيها كده في ايديكي. اللوحة دي انت رسمها بقطنة؟ اه وملونة كلها بلون واحد لون الازرق الازرق والابيض. اللوحة دي انت قلت لي لحد من المشاهير. اللوحة الزرقاء. كل دي بالالوان المية والقطنة. اه ولون واحد بس اللي مستخدمة فيه. وبالقطنة بس دخلت فتقل زي ما هو عاملها كده. ما شاء الله عليكي. تمام. ودي يعني. طيب كمل. دي التكعبيه لوحه البطن والكسر برضه اللوحه التكعبيه. لو ركزنا في التكعبات اللي موجوده دي هنلاقي ان هي ملامح بنت ماسكه جيتار. اه حامله جيتار بس عباره عن مكعبات برضه. دي انا مش متعلمه ده الفن الرسم ده بالنسبه لي تلقائي كده من موهوبه من عند ربنا. محدش علمني ماسكه قلم. محدش علمك ماسكه قلم؟ ماسكه قلم رصاص حد. خدت اللوحه الثانيه دي كده. ما حاولتيش ان انت تنمي موهبتك دي وتشوفي حد بيرسم او تتعلمي من الفنانين والناس؟ لا بصي انا برسم انا بنمى مع نفسي انما ان انا حد ينمي لي موهبتي انا ما حدش دعمني في حاجه ولا انا بنمي موهبتي مع نفسي. طب مين بيساعدك يا لا او بيدعمك؟ والله الناس كلها في البيت وجوزي برضه والناس كلها بيدعموني. انت قلت لي دم العنب زبايني بيدعموا بيقدموا لي الدعم يعني. بيجوا ان انت ترسميهم؟ اه في زباين كتير ادتني روح من غير مقابل والله انا ما باخدش من حد حاجه. اكتب يا جدعان اكتب. عايزه منها حاجات. هو هيديكي اللي انت عايزاه. كده انت بترسمي الملامح بتاعه البنت اللي بترسميها صح؟ اه المز يعمل حاجه. كلم يا احمد. اه بتاع الحته من ده احنا مديك عشان سواء بتاعت بس صوتك تعالي هنا اهو. تعالى تعالى بقى عشان صوتك عشان على خدي. طب روحي روحي كلميني. طب قولي لي علاء انت يعني بتقسمي اليوم ما بين الرسم والشغل والبيت ازاي؟ بصي انا بروح اشوف عيالي وبيتي وحالي ومحتالي وبالليل بقوم ايه قبل الفجر بساعة كده ارسم بقى اللوحة اللي عليها الدور اللي انا عايز ارسمها. اللي عليها الدور انت رسمة لوحات كتير غير اللوحتين دول؟ كتير. طب ممكن تلفي كده الرسمة توريني المعالم بتاعتها وصلتي لحد فين؟ انا في ثانية اللي تبدا. على فكرة. ولادك حد فيهم بيحاول يقلدك؟ إيه والله هم الثلاثة حطوهم حلو. ثلاثة عيال صغيرين جدا يعني بيحاولوا يرسموا زي ما انت بترسمي كده؟ لان انا برسم قدام طبيعي ان العيال موجودين معايا يعني. بيعملوا نفس اللي انت بتعمليه. تمام. قولي علي انت نفسك في ايه؟ انا نفسي والله بصي بس طبعا لسه ما كملتهاش. اقرب للصوره دي. وآلاء قالت لي في الكواليس ان هي هتقابل النجمه يسعد.
مع لا هو هي رسمها بالقلم الرصاص وبتحاول دلوقتي ترسمها بالمعلقه والبن وهي نفسها ان هي تقابل النجمه ساعتها. الناس اللي بتعدي وبتلاقيكي حاطه لوحات كده يا لا بتقول لك ايه ده بينبهروا بيفضلوا بصراحه كفايه ان انا اشوف الانبهار فيهم كده في الصبح بينبهروا ان هم فرحانين وفخورين بيكي يعني جدا جدا. وبي ابص بقى لهم ثاني يوم جايبين لي صوره عايزه ارسمها اقول لهم انا ايه انت حاسب بس على الايه اللوحه البيضاء وانا هرسمها انا مش عايزه ايه مقابل ولا اي حاجه. تسلمي اللوحات للزباين من غير اي مقابل. انا بحب الرسم مش هدفي ان هو شغلانته ان انا اكسب منه فلوس. هي موهبه انت بتحبيها. ايوه يعني انا ماسكه معلقه وماسكه قهوه وبتحكم فيها في ملامح واعمل اكيد يعني اكيد ده هي جوايا. كمان الوقت مش مساعد ان انا ارسم الوقت لو مساعد طلع النبي انا هرسم السنه الادوات اللي انت بتستخدميها في الرسم اي حاجه قلم رصاص بس والوان ميه بتحط في قلم رصاص والوان ميه ليه لان انا ما عنديش امكانيات انا متهيألي لو عندي امكانيات ابقى احسن من كده هتطوري من نفسك اكتر من كده كتير. دي هي نفسها الرسمه دي. بشكركم متابعينا شكرا جزيلا على حسن الاستماع والمتابعه. احنا كنا معاكم هنا في محافظه الغربيه وتحديدا مدينه المحله ومع الاء رسامه بالبن والمعلقه زي ما انتم شايفين كده قاعده شغلها طول اليوم تقريبا من الساعه 10 للساعه 12 بالليل تبدا ترسم بالبن والمعلقه على سبيل التسليه والموهبه. بشكركم شكرا جزيلا متابعينا على حسن الاستماع والمتابعه. اترككم جميعا في رعايه الله.